الأسماك موريد من الموارد الهامة للإنسان، تغذى عبر التاريخ على كثير من أنواعها، وانتشر صيدها في جميع أنحاء العالم كهواية وحرفة، بل وكاستثمار وصناعة، أصبحت مؤخراً من أضخم أنواع الصناعات. كما انتشرت عمليات استزراع السمك وتربيته في الأحواض والبرك والسدود الطبيعية والاصطناعية، بل وداخل الأقفاص في البحار والمحيطات. من هنا كان لابد أن ينال القطاع السمكي حظه الكبير من البحوث العلمية، وبالفعل فقد أولت سوريا اهتماماً خاصاً بهذا القطاع، فأسست وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الهيئة العامة للثروة السمكية. الهيئة العامة للثروة السمكية هي نتاج عملية الإصلاح الاقتصادي اللي قامت فيه الحكومة لمؤسساتها بشكل عام، وكلفت بمهام بحثية تطويرية إرشادية علمية. بناء عليه وضعت الهيئة العامة للثروة السمكية استراتيجيتها العامة، وهي الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الأسماك ورفع معدل استهلاك الأسماك، وشكلنا لجنة لرسم استراتيجيات البحث العلمي في الهيئة، مثلت فيها جميع جامعات القطر العربي السوري وجميع الاختصاصات الموجودة في سوريا. وضعت خطة البحث العلمي ل 35 بحث في المرحلة الأولى، قسمت على 3 أمدية، مدى متوسط ومدى طويل ومدى قصير، وبدأت الهيئة بتنفيذ هذه السياسة. قامت الهيئة ضمن خطة البحث العلمي بتنفيذ البنية التحتية للمزرعة البحرية لإنتاج الأسماك البحرية بطاقة إنتاجية وصلت إلى 125 طناً، وقد تم بالفعل تنفيذ قناة جر المياه من البحر بطول 150 متراً، كما تم تنفيذ 12 من أحواض التربية المكثفة وحوض للتهدئة وشبكة الصرف ومركز التحويل وإقامة المضخات التي تعمل في المشروع. التجربة اللي بدأنا فيها إلى هدف علمي وهدف بحثي وهدف إنتاجي وهدف إرشادي، وهي إنتاج الأسماك البحرية، وهي لأول مرة في سوريا. قمنا بجر مياه البحر إلى المزرعة إلى الهدف الإرشادي، مشان إرشاد الناس لكيفية التربية، إلى هدف علمي. عملياً صار في عنا طلاب الجامعات ممكن يحضروا هون ويشوفوا، كون دائماً الوسائل كانت نظرية، هلأ صار في عندهم حقول ممكن يشوفوها، وصارت ممكن خبرته العملية تزداد للطالب. إلى هدف بحثي هي إنتاج الأسماك، هدف إنتاجي هو زيادة إنتاج الأسماك، هدف جاذب لرأس المال الخارجي. ولاحظنا أنه نحن التجربة اللي بدأنا فيها ونفذت بخبرات وطنية كاملة، لاحظنا أنه بدأت تعطي ثمارها. تهدف التجربة إلى تطوير الثروة السمكية وتحسين حصة الفرد السنوية من الأسماك البحرية، وقد بدأت التجربة بالإصبعيات المحلية التي تم جمعها من الساحل السوري لتدريب الكادر الفني وتجريب البنى التحتية. التجربة الثانية هي إعادة إنتاج أسماك تراوت في المزرعة بالتكامل بين المزرعة هون والمزرعة 16 تشرين. تهدف التجربة إلى تفريخ وإنتاج أسماك تراوت في مزرعة مصب السن ومزرعة 16 من تشرين، وذلك بعد أن أوقف الجفاف وشح المياه المزارع الأخرى التي كانت تعمل في القطر. بعد أن تم تأمين بيوض التراوت اللازمة وتنفيذ عملية الحضن والتفقيس في مصب السن، عملت الهيئة على نقل أمات التراوت إلى أقفاص سد 16 من تشرين، حيث تنخفض درجة الحرارة إلى أقل من 14 درجة مئوية. التجربة الثالثة إلى هدف إنتاجي بحث 100%، واللي هي التزاوج بين أسماك المشط المحلية مع أسماك المشط النيلي اللي استوردناه من مصر.
تهدف تجربة المشط وحيد الجنس التي أجريت في مزرعة مصب السمن إلى زيادة إنتاج الهكتار من أسماك المشط من 5 أطنان إلى 20 طناً هكتاراً. وقد قامت الهيئة باستيراد المشط النيلي من مصر، وبدأت بتجربة تهجين إناث المشط النيلي وذكور المشط الذي يعطي أسماكاً تتميز بنموها السريع، وتزيد نسبة الذكور فيها عن 95%. الخط الأول واللي هو استزراع السدود المائية الموجودة المسموح لها باستثمارها، وقمنا بتجارب كتير جيدة وزرعنا هلا 3 مرات، وهذا كله بيزيد في إنتاج الأسماك وزاد حمولة المسطحات المائية. إذ يجري في مزرعة 16 تشرين القيام بتجربة تربية أسماك الكرب في الأقفاص العائمة. تهدف التجربة إلى دراسة إمكانيات زراعة الإصبعيات بأوزان 30 إلى 50 غراماً بعمر سنة واحدة والوصول إلى الوزن التسويقي، بدلاً من زراعة الإصبعيات بأوزان 100 غرام، وبالتالي توفير موسم تربية كامل، حيث إن التربية بالأقفاص تحتاج إلى إصبعيات بأوزان 100 غرام والتي يتم حضنها لموسم كامل من تاريخ التفريخ للوصول إلى حجم الزراعة. الأمر الثاني اللي عم نمشي فيه معه بنفس الخط هو عملية زيادة وتكثيف عمليات الحماية لحماية المصادر السمكية، مصادر الثروة السمكية الموجودة عنا، عن طريق الالتزام بالتعليمات العالمية ومعاقبة من يسيء إلى هذه التعليمات أو من يمارس ممارسات قاطعة بحق هذا الجزء من الاقتصاد الوطني. هدفنا هو في المحصلة تنفيذ أهدافنا بشكل كامل والوصول إلى مرحلة الكفاية في هذا المجال، واضعين نصب عيننا أن نكون نحن جند أساسيين في المعركة اللي عم تخوضها سوريا حاليا في المرحلة القادمة. أيضا دخلنا في تجارب وأعطت نتائج إيجابية لتصنيع الأعلاف. نحن طبعا الأعلاف بنجيبها مواد أولية ومنصنعها في المعمل هون أو في لدى معامل القطاع الخاص، أحيانا منصنعها بوفق المواصفات اللي نحن بدنا إياها واللي بيحتاجها كل نوع من أنواع الأسماك. وتهدف هذه التجارب إلى إنتاج أعلاف ذات محتوى بروتيني عال يحتوي على طحين السمك، وكذلك إلى إنتاج أعلاف مؤلفة من خلطة نباتية، ثم مقارنة الإنتاج بهدف التنمية. أيضا ما زلنا نقوم في مهمة الإنتاج ومهمة تسويق الأسماك اللي موجودة لدينا. تم الإعلان عن بيع الأسماك بموجب إعلان بيع نظامي، بيتقدموا ومنبيع بأفضل سعر بالنسبة للمؤسسة. أنا تاجر بتسوق أسماك الهيئة بكل سنة بسيطة يعني، وطبعا سمك الدولي معروف، ندخل على المزايدة، بناخذه على طريقة مزايدة، والتاجر الشاطر طبعا بيحط السعر الأنسب هو بترسع له المزايدة. أنا بجول عمال هون بإشراف المهندس بيسحبوا السمك بالشبك بيجيبوه على حواض اسمنتي، هون بالحواض الاسمنتي تنزل مادة السمك، بيفرزوا الحجم التسويقي لحال، الدون لحال، البزري لحال، ضمن اقفاص وعبوات بلاستيكية، هاي من ضمن الشروط الفنية المتعاقدة عليها بالهيئة يعني، ومنزينه بشكل طبيعي ومنحمله بالسيارات، احيانا بنقله بصهاريج اذا بنبعته على المحافظات الثانية كحما كدمشق، وإذا بدي أنزله عندي بالقرية، أنا عندي مركز بالقرية بيع جملي يعني، عندي أحواض هون كده نزله عندي بالقرية أحيانا، والأسعار طبعا مقبولة كتير بالنسبة لمادة سمك المشط، سمكي مرغوب شعبيا وسعره بناسب المواطن يعني وإقبال عليها بشكل كثيف. لقدام نتسوق سمكة الكرب يعني أسبوع زمان 10 أيام سمكة الكرب منشيلها كمان نفس الطريقة اللي منشيلها حالياً لسمكة المشط، يعني نحن إجمالاً كل يوم نسوق 4-5 طنات يعني. تعد لحوم الأسماك من أجود أنواع اللحوم، وطالما هي صالحة فهي مفيدة وصحية، لأنها من الأغذية الرئيسية التي تمد جسم الإنسان وعقله بأهم الاحتياجات الأساسية، كما تأكدت فوائد السمك الكثيرة بالوقاية من مختلف الأمراض
كالربو وأمراض القلب والجلطات الدماغية والخرف وغير ذلك من الأمراض. ورغم كل الفوائد المؤكدة لتناول لحم الأسماك، فإن معدل استهلاكه في بلادنا ما زال منخفضاً جداً. نحن في سوريا بالظروف الحالية معدل نصيب الفرد في العام لا تتجاوز 800 جرام، ما بينما المعدل العربي 8 كيلوغرام، المعدل في اليابان عم يوصل لل 75 كيلوغرام. فنحن كهدف استراتيجي لنا في المرحلة الأولى هو الوصول للمعدل العربي اللي هو 8 كيلوغرام. أي مضاعف أي زيادة إنتاجنا 8 مرات خلال فترة الخمس سنوات القادمة. لا يمكن أن نصل إلى أهدافنا إلا بتغيير العادات الغذائية والوصول إلى أن تكون الوجبة السمكية وجبة أسبوعية على مائدة المواطن السوري، لأنه بتزيد في المناعة، بتزيد في إنجاب، بتحسين مواصفات الجيل، بتزيد في نسبة ذكائه. لهالسبب لازم تتضافر جهودنا وجهود العاملين مختلف العاملين في هذا المجال للمحافظة على الثروة السمكية ولزيادة أعدادها ولمحاولة تغيير العادات الغذائية اليومية بحيث تكون وجبة أسبوعية لحتى ينعكس إيجابا على الجيل في المرحلة القادمة.